السلام عليكم يا جماعة، اليوم رجعنا لكم بمقطع جديد عن لعبة جراند 5 أونلاين. طبعا يا شباب تعرفون يعني صار لي يومين 3 أيام ساحب على اللعبة هيك، يعني شوي حبيت أترك اللعبة وأرجع لها بقوة، والآن عندي لكم أخبار جدا جدا حلوة وفي أخبار جدا جدا معفنة كمان باللعبة طبعا مو بأي مكان تاني. فلذلك يا شباب يعني أتمنى منكم تضغطون زر اللايك كالعادي. يعني فيعني بكل اختصار يا جماعة، بالنسبة لأول خبر معنا اليوم راح يكون عبارة عن التحدي اللي كان بيني وبين زاك. يعني طبعا مثل ما تعرفون يعني زاك خسر التحدي، هذا الشيء كان معروف إنه راح يخسر. يعني على العموم يعني المهم زاك جهز السرقة وكل شيء كان تمام يا شباب. اللي حابب يتابع المقطع الرابط موجود بالوصف، اتمنى منكم يعني تحضرون عشان تشوفون كيف جمعنا. يعني قدرنا نجمع يا شباب مبلغ وقدره 1,087,000 معي حاليا بالبنك، مبلغ جدا اسطوري وخرافي. طيب انا الان يا شباب ودي انزل هنا، بس بنفس الوقت ما ودي انزل، هاي هو الخبر السيء بالموضوع. تمام طبعا انا بما اني ما كنت جالس اصور، يعني تعرفون انا احب ادخل وبس هيك الف عجله حظ واطلع اذا ما كنت جاي على بالي اصور يعني اللعبه. فهذا اللي صار، دخلت بالامس يا شباب وجيت على اساس يعني بلف عجله الحظ مني امس ما دخلت، يعني اليوم ما راح يكون في عجله حظ لانه فجاه خطر بالي اصور جراند. يعني انا اسف جدا والله العظيم يا شباب، اني جدا اسف. شوف حتى لما ندخل راح يكتب لنا شوف بعد 19 ساعه و19 دقيقه عجله الحظ راح تكون متاحه. قول يا حبيبي العدد جدا كبير 19 ساعه، فيعني الخبر السيء اليوم ما راح يكون في عجله حظ، انا جدا اسف يا شباب. وبرضه كمان ما راح يكون في سياره. ليش ما راح يكون في سياره يا شباب؟ لان السياره عمك ممكاله كسبها ايزي. انا جيت لهنا يا شباب كنت مسالم، يعني بضرب لي ضربه وبطلع من ام الجيم حاليا عشان ما راح العب اصلا، ما راح اصور بالامس. فجيت لهنا قلت خليني اجرب، عديت بقلبي ممكالو اول، ممكالو ثاني، ممكالو ثالث، ولفيتها ايزي طلعت لي السياره. قسم بالله شباب انصدمت، وربي كنت مصدوم بشكل مو طبيعي لدرجه بدات اناظر هنا وهنا 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 وهنا، انصدمت. يعني هي هو الخبر الحلو بالموضوع، بالله عليكم يعني انا اسف اني ما لفيتها امامكم، ولكن شفتوا حاليا اللفه. خلي بس اطلب الدراجه الطائره على السريع. في خبر كمان نوعا ما سيء صار، خبر سيء كمان يا شباب. لما كنت داخل حذركم من اتصل علي بالجيم انجلش ديف كان طالب مني اسوي مهمه، للاسف شديد طلعت من الجيم ما كان معي وقت العب. يعني والله اني تاسي حبيبي، كان ممكن احصل منه الهديه اللي راح يعطيني هي، اللي انتم حاليا تخبروني ان هي سياره حصريه فقط، هديه تكون من اللعبه ما فيك تشتريها، راحت مني. اتمنى تتصل، بتصل فيه دقيقه شباب. وينك يا انجلش ديف؟ بالله عليك اتصل فيني، انا بجهز لعمليه سرقه جزيره ثانيه. بالله عليك بالله عليك لا تقول بزي، لا تقول مشغول. لا وانا طلعت منها بدون ما العب بلاك جاك. يلا يلا بلعب بلاك جاك بعدين شباب، نلعب بلاك جاك باذن الله بعدين. اليوم الكازينو ما قربنا عليه بالخالص يا حبيبي. المهم يعني اني كسبان السياره، يعني شيء يغني عن شيء. فين حاليا معنا الكراج؟ معنا راح يكون هالكراج، ليتس جو. وطبعا يعني تعرفون انا بالحلقه الماضيه اشتريت كراج لتعديل السيارات الخرافيه، واليوم راح اشرح لكم ايش راح نسوي بالتحديد بهذا الكراج. انا جدا متحمس لانه صار معي فلوس ويمديني اوريكم بالتفصيل ليش انا جبته. يعني يا رب تنفع معنا ويا رب تنفع معنا. يلا ليتس جو، بنزل يا شباب وبندخل وبنشوف السياره. السياره طلعت نفس السياره المدرعه اللي انا عندي هي، بس هي مو مدرعه يعني ما بتطلق طلق. هي السياره، هلا يا حبيبي جيبوا لي هنا. الله 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 والله وحصلناها شباب. انا الكراج هذا انا ما ادري صراحه، معقول هي تطلق طلق كمان ولا لا؟ ترى انا شبهتها بسياره ثانيه موجوده هنا، دخلني اوريكم عليها وبنشوف اذا في حسابات سيارات ولا لا. ما في، شبهتها بالسياره موجوده هنا. دقيقه وين كانت؟ هي هي شباب، انا شبهت السياره بهي. السياره هي اسمها انيوس وندر مدري ايش، شبهت فكرتها هي السياره. يعني فشوفوا هي السياره خرافيه، سعرها 1,000,000 تقريبا يعني. بس هي اللي معطينا هي، انا ما اتوقع انه نحصلها هنا اصلا. ما يمديك تشتريها هي السياره، انا اعرف انه هي ما يمديك تشتريها. هي اللي اسمها هيك، يعطوك هي هديه من الجيم وما تحصلها ابدا. خليني اطلع ناخذ لها لفه ونحاول نعدلها شباب. ربي اني متحمس اقسم بالله، شيء خرافي. مو بس انه ما بتطلق طلق مثل ما شايفين شباب، ما تطلق طلق ابدا. اي عادي اصلا، عندي نسختين، عندي بتطلق واللي ما تطلق. بنعدلها بنظبطها بنشوف شوف سرعتها وحركات. يا سلام ويا سلام. ترى هي لونها مميز نوعا ما يعني، بس انا حابب اغير صراحه يعني، مو كثير عاجبني اللون. صلح لي هي بالاول لو سمحت. يعني هي تنباع ولا لا؟ ما اتوقع تنباع. تنباع؟ السياره هي تنباع ب 10,000، اول مره اشوف صراحه شباب. من متى هي السياره تنباع؟ وكازينو، هي مخربطين كانهم. ارمور طبعا ما راح اركبها، ارمور هي الامور ما راح، بريك ما راح اركب لها، بومبرز ما راح. هي ايش هي؟ والله صدقون شباب انا بدي اغيرها. اولي والله حلوه هاي، هي والله حلوه، معي فلوس ترى. شباب انا كل مره اطور واخلص واوريكم هي، الان بوريكم كل شيء جالس اسويه حرفيا معاكم. هي اتوقع هي شيء خرافي، لا تقول لي لا هي مو شيء خرافي، هي اشياء اللي هنا المراوح. ما احب صراحه اي شيء، احب هي تكون نفسها مثل ما هي، ما بغيرها. الهود، الهود هي اللي
عن هنا. اوكي انا اتوقع غيرت لسيارتي، ولكن دقيقه انا هذول شايفهم من قبل، بالله عليك لا تقولي نفسها. واخيرا وليس اخرا انتهيت من تعديل هي السياره اللي اخذت مني وقت جدا كبير كالعاده يعني بتعديل السيارات. طبعا من الداخل هي شايفينها حاليا يا شباب لون اصفر كالعاده، اللون الاصفر احبه جدا جدا يعني. شباب شوف بيني وبينكم احتمال كبير رده فعلكم 3 2 1 ليتس جو. الله يا حبيبي، الله الله، بالله عليكم هي تشبه نفس السياره يعني، حرام عليكم روك ستار تحطون لها هي السياره مثل ما هي حاليا، وليه ما احلاها صارت؟ بالله عليكم شباب شوفوا حاليا الدواليب، اوه ماي جاد، ترى فلوسي الان شوف كم صارت يعني، كمان شيء حلو سيارتي حلو، بس شوف فلوسي كم صارت من 100,000 200,000 على هي السياره بس، 200,000 شباب 200,000 بالاخير طورت لها كل شيء يعني حرفيا. اصفها بس بشوف كيف بيطلع شكلها بالجراج. في طلعت لي مهمه هنا، طلعت لي مهمه هنا شباب، مهمه ايش هاي؟ هي من متى يطلع لي مهمة هنا انا؟ دقيقة من هذا؟ من هذا؟ ثواني ثواني شباب من هذا؟ هاي مهمة عشوائية طلعت لي، يا طيب لوت؟ اسرق منه؟ اسرق منه شيء لل ايش سرقت منه انا الان؟ شباب يلي اسرق منه هذا دخل بالارض حبيبي، وين رحت؟ سرقت منه شيء، نايم مكان. سمول كي مفتاح، اوه لا تقول لي هي مفتاح. لا شباب تعرفون ايش سرقت منه الان؟ سرقت منه مفتاح الخزنة الصغيرة هي اللي نفتحها ناخذ منها السلاح الذهبي علشان يمديني ادخل على الصندوق السحري هذاك اللي موجود بالمكتب واخذ منها المسدس الاسطوري اللي لونه ذهبي. واو شيء خرافي ورب شيء خرافي، كويس شوف الحظ معنا، بالله عليكم في احلى من هيك حظ؟ ما اتوقع فيه ابدا. هنا طبعا طابق الدراجات لذلك بنقلها الى القسم اللي فوق احسن. ليتس جو. اوكي ممتاز، شوف معنا هي السيارات كلها، في سيارة ناقصة، اوه هي السيارة ناقصة اخر مرة ودي الان بطلبها برجعها. يا سلام ويا سلام، تعالي معنا يا عزيزتي الى الطابق العلوي. ليتس جو بنحطها هنا شباب، يلا اوكي تمام. صاروا الان السيارات معنا كلها سيارات كازينو، عسل يا حبيبي، سلام عليكم. انزل هنا يا ممكالو وخلينا ندخل على الورك شوب معنا هنا. يا الله يا الله ما احلى هذا الجراج يا اخي، اضاءات حركات. بدخل على الورك شوب ليفل علشان هنا الان واخيرا وليس اخرا وصلنا على المكان اللي انت كلكم متحمسين تعرفون انا ليش اشتريت دفعت 1,600,000 على هيك مركز. تمام اول شيء لانه يستاهل، شوف معنا الحركات اضاءات حركات، بس مو عشان هيك. تعالوا بسم الله بركه الله نبدا يا شباب. انا ترى كان حلمي اني احصل على هي السياره اللي هي شكلها وينها، رغموها هي السياره. بنروح هنا بعدين بنروح بيني. اوكي شباب انا كان حلمي اني احصل على هي السياره اللي شايفينها امامكم هي. تمام دورت بكل مكان ما لقيتها ابدا، مو موجود باي متجر، مو موجود باي مكان يعني للامانه، فحتى عندهم شوفوا بالستوك ما في منها ابدا. طبعا هي السيارات اللي تشوفونها امامكم يمدينا نعدل عليها تعديلات جدا جدا خرافيه يعني، انا عشان هذا السبب اشتريت هذا المركز. تمام نوعا ما شباب في سياره يعطونا هي مجانا، اوكي ابجريدبل فيكلز، هنا يمدينا نطور السيارات اللي لازم نشتريها، بس في سياره مجانا. طبعا هي الدراجه اليوم انا لازم اشتريها، اوكي في شيء موجود هنا طبعا دائما يعطونا اياها مجانا اللي هي هي السيارة اسمها بي ار اتش، ما ادري ايش اسمها، انا عندي هي طبعا، اتوقع انه هي هي السيارة اللي لما اطورها راح تصير مثل هديك. انتوا لا مو مصدقين، اتوقع ما مديني اطلبها لان عندي هي اثنين، اوكي فبروح اطلبها برا وبدخلها وبنشوف مع بعض على السريع. تعالوا تعالوا، هي السيارة كانت اول سيارة لي بلعبة جراند 5 اونلاين، سيارة قديمة جدا على ايام الجراج المعفن اللي كان عندي. دخلنا على الورك شوب ليفل يا حبيبي فورا، نحن ما عندنا مزح، ورك شوب ليفل وبسم الله يا رب تطلع هي السيارة ما يكون غلطان، بالله عليكم لا اتفشل. شوف شكلها محلى، واو يا حبيبي شكلها خرافي. يا ميكانيكي اريدك تضبط لي هي السيارة على كيف كيفك، اريدك تطلع لي هي مثل هذيك. وين ممكن تكون شباب؟ انا ما ادري المشكلة وين ممكن تكون. في شيء دقيقة، في شغلة هنا لازم هي اللي تسوي لنا كل شيء، بالله عليك لا تقول لي مو هي هي. دقيقة شباب انا لا مو واللي محلاها بتصير لما ركب لها هي، واو بس انا مو ادور على هي. دقيقة شوي، هاي السيارة ما طلعت هي شباب، دقيقة شوي وارجع لكم بروح اتاكد. ثواني ثواني، هاي هي السيارة شباب ترى هي، ليش ما خلاني انا اسويها؟ تبعت الان مقطع شباب نفس هي السيارة اسمها هيك، هي ما عرض علي انا خيار اني اغيرها ليش؟ شوف الحيوانات والله روكستار عندكم حركات مال ام داعي. انزل انزل، طلع هي السيارة لاني انا حصلها مجانا ممنوع اسويها نفسها. يا حبيبي ليش طيب؟ بالله عليكم طلع لازم اشتريها شباب من متجر البينيز نفس هذا المكان، لازم اشتريها من هنا السيارة عشان يمديني اسويها. وين اسمها طيب؟ وينها؟ بالله عليكم وينها؟ بس هي هي، هي هي شباب هي هي، يلا بشتريها. اوكي بشتريها، طلعت هنا ترى هي نفسها اللي عندي، تستهبل على مخي والله نفسها، بجيبها باللون الاخضر يلا اشتريها. اوكي الان مشي الحال، الان بوديها على الارينا وركشوب، خليها هنا الارينا وركشوب ليتس جو. شباب طلبتها مجانا تخيلوا معنا، هي على اساس مو نفسها ما يمدينا نسوي عليها. شوف الغباء، شوف بودي هي مكانها، روح روح مكانك، روح حبيبي يلا مع السلامه، خليكي بمكانك. اوه معنا هذا الفان، قول ماني اتذكر هذا الفان لما شفت واحد مسوي هذا الفان. شوف كيف تطورها كيف تصير، شوف معنا لما تطورها كيف اوه ماي جاد يا حبيبي شكلها خرافي يا حبيبي. هي هي هنا، اما مخبينا هنا حركات باللون الاخضر ما تبين. يا رب شباب يا رب يا رب علي الخيار بالله عليك. واتساب
لا لا انت بس عدل هي ومالك. ما يمدينا شباب، اتوقع شايلين هذا الخيار من اللعبه اصلا، ما عاد يمدينا ابدا نسوي هذا الشيء. هي هو شباب، هي لازم اشتري هي الان من نص ساعه دور ما تصير. بعد كل السيارات بالاخير اكتشف انه لازم اشتري هي الميكانيكيه. 200,000 على بركه الله بشتريها، اكيد بشتريها يعني، انا مضطر اشتريها شباب. اشتريتها الميكانيكيه هي، تعالي معنا تعالي، واخيرا حصلناها. وينها وينها والله العظيم وينها؟ هي هنا. اوكي سلام عليكم، تعال نشوف الان ايش راح يطلع بيدك الان. تراكي خربطينا على الاخير الان، تعال نشوف هل يا ترى يا شباب راح تمشي. اتوقع 100% مشي الحال. خلاص مبروك لنا كلنا، يمديني واخيرا اني اعدل السياره على اتمم وجه. ابجريد اللي ما في ابجريد والله لوريك. اوكي واخيرا واخيرا شباب واخيرا. او ماي جاد 900,000 اطورها للسياره. منين اجيب فلوس 900,000 شباب ويطلب مني؟ ولا يا حبيبي 900,000 عشان احطها بسي؟ هذا يستهبل على مخي ولا شو شباب؟ اطلع 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 من هنا اطلع. والله فضحنا، دفعت 200,000 على الفاضي الان اتوقع، بس لا مو على الفاضي لانه والله على الفاضي. الان خلينا من هي السياره، شوف شكلها والله يصير خرافي ترى، وربي لاجيبها شباب. ما علينا، بجمع لها بيوم من الايام 900,000 بحطها فيها ايزي، بخلي السياره هنا انا اوريكم. الان اللي انا اسوي اني اشتري لي الدراجه هي مثل ما قلت لكم. اوكي وين الدراجه هي؟ دراجه احلامي شباب، دراجه احلامي باي ناو. يلا اشتري بسرعه، ورك ارينا ورك شو، ليتس جو. شريناها شباب. ها وصلت، وينها؟ يب جابوها نفس المكان اللي توقعت فيه. هلا والله بالدراجه هي شباب، انتم ما تعرفون هي الدراجه ليش احبها كثير. تعال تعال بوريكم الان، اتوقع ما بتعرفون ايش راح نسوي فيها الان. هلا حبيبي هلا. اوه ابجريد هنا يمديني اسوي لها. اوه ماي جاد انا هي اللي احبها. كم سعرها؟ 1,269,000. بالله عليك والله ما توقعت. اوه شوف الشكل الثاني شباب، شوف الشكل الثاني. يا الله ما يمديني كمان اطور هي، والله انه هذا المكان مكلف جدا. احط مليون بهي ليش؟ يا الله بس شكلها خرافي. بس المشكلة ما يمديني اسويها الان. الان شو اسوي طيب الان؟ اذا ما يمديني اسوي لها شيء شباب، ايش اسوي الان؟ بغير لونها شباب، بغير لونها، انا الان فقير جدا يعني، ايش اسوي غير؟ والله ما بغير لونها حتى. المشكلة ترى تدرون اذا طورتها انا الى هي، تمام؟ اذا طورتها لهذا الشكل، يمديني لسه احط فيها اشياء جدا كثير، مو منتهت هنا الشغلة يعني. فشلت خطتنا للاسف شباب، لازم نروح نسوي شيء ثاني الان، الفلوس ما عندي ابدا. اكيد يعني ما راح اخلي المقطع يمر بدون ما نلف عجلة الحظ يا جماعة. انا الان رجعت بيوم جديد لانه للامانة ما صارت معي احداث جدا كثير عشان انزل عنها مقطع، فانتوا تعرفوني انا ما احب ابدا انزل مقطع تسليكي عشان اي شيء كان اي سبب كان، فضلت اني ما انزل مقطع اصلا بهذا اليوم، بس علشان يعني اليوم اللي نحن فيه حاليا يوم الخميس، يعني سيارة اسبوع جديدة، يعني عجلة حظ جديد يعني. فاتمنى منكم زر اللايك العادي، خليني انزل انا ما راح اتكلم شباب، بس راح انزل راح اشوف السيارة. الان ترى انا ما فتحت جوالي ولا شيء بس عشان ما احد يحرق عليه، كانوا اوه بينت رمادي يو حاطينها بلون معفن نوعا ما، انا اعرف اللون معفن. 3 2 1 ترارار. وش السيارة؟ اوه سيارة عرفتها، هي السيارة مو سيارة سرقة الجزيرة شباب، والله عرفتها، هي السيارة كثير غالية، اتوقع هي بتطير او بتسوي حركة، والله العظيم شباب هي السيارة عرفتها، جابوها للمتجر، وين المتجر كانت؟ دقيقة، اتوقع انا شايفها هي السيارة من هنا، ما كانت هي، لا لا مو هنا مو هنا، اصبر اصبر مو هنا، بالوارستوك كانت، يمكن هنا كانت اتوقع، هي هي، مو هي هي شباب، ولا انا غلطان؟ والله نفسها، اوه شباب دقيقة، والله ما اتوقع، مستحيل تكون هي، اسمها تورياتور، اسمها تورياتور، ما اتوقع هي هي، والله شباب انا ما اتوقع ابدا، تخيل، بشوف شكلها اربع مقاعد والله تشبهها يا شباب، ربي انها تشبهها، يا رب ما اطلع، يا رب ما اتفشل، بالله عليكم ما اتفشل، يا جماعة الخير اقسم بالله متمنى هالسيارة تطلع لي، ولا يا حبيبي 3 مليون وشوي سعرها، هاي واحدة من أفضل السيارات الموجودة باللعبة الآن حاليا تعتبر. ولا وايش كمان، شوف الحلاوة بالموضوع، حاطينها هي مرئية يعني، يعني تقدر تشوف كل شيء. جيب لي يد الاكس بوكس انا الان شباب، والله زي ما طلعت لي، ترى سيارة الاسبوع الماضي وحصلناها، ما في اي سبب اني ما احصل هي السيارة، امشي يا لاعبي، اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب، شباب بسم الله على بركة الله راح ننجح، بسم الله، يلا بسم الله بسم الله بسم الله، شوف انا راح اعد مثل ما عدت كل مرة، يلا لاحظوا معانا 1 2 3، بعدين راح الفها. يلا هاي المرة تكتيكات على السريع، ارجوك يطلع لي ارجوك، لا يلعن حظي شباب، لا خربت على نفسي، ليش عدل 3 وانا اعرف انه اصلا لازم عدل 4؟ يا الله لا تعطيني لبس، لا مو لبس يا اخي، اعطني 7. يا الله يا نم القهر شباب، والله قهر، يو معي اسبوع اجيب هي السيارة يعني، بس في شيء حلو اوكي بس احفظ هي بلو سافانا شورت سليف شورت سليف، المهم عرفنا شباب، في شيء حلو بالموضوع انه انا ترى كسبت السيارة الماضية باخر يوم من الاسبوع، يعني مو شرط اني اكسبها من اول يوم انه تحدد كل شيء، ما يخالف، ان شاء الله هي السيارة بتكون لنا باذن الله يعني، راح احاول اسوي فيها كل الجليتشات معنا اسبوع لحتى نحاول فيها، وان شاء الله نحاول فيها، يلا بسم الله، هي السيارة انا اكثر سيارة تحمست لها اقسم
اقسم بالله الى الان بكل تاريخ الكازينو اكثر سياره سعرها 3 مليون. اوف والله تعبت يا شباب، والله تعبت. هي هي شباب، هي بلو سافانا شو 3 2 1. اوكي اوكي شباب حلو، لا والله لبسها وربها لبسها، والله شكله حلو، والله شكله حلو. بس تدخون في شيء معنا حاليا، الشوز لازم يكون لون هيك لايق للون تبعي، يعني ما لازم يكون بهذا اللون، اللون الاسود بخليها لون اسود اوكي عشان تليق بالشكل والمظهر. خلينا نشوف. اولا يا حبيبي شوف هذا اللبس الخرافي اللي كسبناه، والله شيء خرافي يا شباب بالله عليكم كيف الحركات. والله شيء خرافي، والله جالس اصفن فيها وربي يا شباب. اذا هي السياره ما طلعت لي والله العظيم راح اندم ندم مو طبيعي، وربي انها افخم سياره يا شيخ. خلينا نكمل الفرحه الان، شوف انا كم فلوسي بالله عليكم، شوفوا معي 300 ألف، والله اني مفلس على الاخير ترى شباب. اي صح، انا جالس ادخل على لعبه جراند من روكستار، كانوا كاتبين انه في خصومات على الكوزاتكا، الاشياء اللي فيها كوزاتكا اللي هي شباب اللي معانا هنا. طبعا انا احتاج اني اشتري الطياره هي حصرا لانه بسوي عمليه سرقه جزيره للمره الثانيه، تمام. هاي المره راح يكون معي شخص مجهول، ما راح اتكلم عن شيء الان اوكي، بتشوفونه بعدين لهذا الشخص. في خصومات والله، شوف صار سعرها 1,360,000. ليش احتاج هاي شباب؟ علشان مو كل مره اروح اجيب الدراجة عندي تتدمر ارجع اطلبها ارجع، هي راح تلخص لي كل الامور. لذلك 1,361,000، انا لازمني مليون عشان اشتريها، لازم الحق نفسي ترى، هي اهم شيء انا الان احتاجه، لانه من هي يمديني اجيب 1,700,000 1,800,000 ايزي من سرقه الجزيره اللي راح نسويها بكل حماس يعني. واللي انا كمان الان من الحماس نسيت اسحب 50,000 ورايح على الفاضي. طلعنا هذا الشخص شباب، وربي اذا ما يطلع لي. السلام عليكم حبيبي، ان شاء الله طلعنا امور طيبه. يلا شباب الان انا متحمس اكثر من اي وقت ثاني، لاني يعني متاكد ان اول ورقه راح يعطيني هي راح تكون 10 وثاني ورقه راح تكون 9. اول ورقه 10 ثاني ورقه راح تكون 9، انا متاكد. اوه بلاك جاك من البدايه، يا كنت راح اقول واحد بس ترددت، والله كان لازم اقول واحد. اوكي انا كسبان حبيبي، لفه والله توترني نوعا ما. عند ممكاله ما في شيء صعب، اعطيني 3 و2. اوكي 4 ممتاز، اعطيني حاليا بالله عليك 5، خلني ادبل 5. لا لا يا 3 و4 3 و4 3 و4. لا انا خسرت، يعني الكازينو الصراحه شباب لازم غير استراتيجيات اتوقع. ليتس جو 5 اوكي ما يهمني اصلا، خسرني اعطيني 10 انا ما يهمني، كفو اعطيني 10 كفو. الان يا ترى يمديني اصنع المستحيل؟ 21 المستحيل هو اللي يصنعني يا حبيبي. اتوقع انه بالحلقه الجايه راح نشمل هي اللعبه اللي شايفينها امامكم، تمام؟ هي اللعبه اسمها 3 كارد بوكر، اوكي؟ راح اعلمكم عليها بالحلقه الجايه مو الان، لانه الان صراحه انا ما اعرف شو راح اسوي عشان اجيب شويه فلوس، بس راح ندور، راح نحاول نطلع ناخذ فره ونحاول نشوف البزنس تبعنا وين صار. اوكي شباب اوكي اوه 35% والله والله ممتاز، والله ممتاز شباب. دخلت مهمه بيعطيني 300,000 منها، انا 415,000 باخذ منها. واو والله رقم ممتاز يا شباب، ما توقعت قسم بالله يا اخي. مهمه شباب، مهمات الفاسيلتي مو طبيعي كم تطلع منهم فلوس، تخيلوا كل مره ادخلها يعطيني 400. اوكي لسه ما سويتها الان، اوكي ما سويناها، بس كمان يعني تخيلوا معنا 400,000 بطلعهم ايزي الان على غفله. ان شاء الله يا شباب بدينا اجمع فلوس بشكل كافي، لانه انا ناوي بالحلقه اللي جايه يعني او اللي بعدها اني احاول اجهز لسرقه الجزيره للمره الرابعه ما ادري الثالثه يعني، فان شاء الله تعدي على خير. يلا لو سمحت افتح لي السياره. او ماي جاد شو هاي، يا رب تنفجر عليكم يا رب تنفجر عليكم، بحاول افجر لكم السيارة. ليتس جو. تعال تعال اركب 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 بسرعة اركب. يلا مع السلامة. ايزي يا حبيبي ايزي. كالعادة يا شباب معاكم الطيار ممكاله هنا، يعني بإذن الله رح نصف حاليا بقلب الهنجار اللي معنا هناك. ايزي 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 اهدى 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 اهدى. يلا يا ممكالو يلا. والله اني محترف شباب بالقيادة الطيارات، محترف ما شاء الله علي يا حبيبي ما شاء الله. اعوذ بالله، هذا الشكل هذا هذا الشكل هذا طلعت بنت هاي يا حبيبي. اوه ماي جاد، هاي بنت معضله هاي، شو هالشكل هذا. ليتس جو يا حبيبي. هاي المره اعطوني جولد لاي سبب ما اعرف، ترى انا دمرتهم ايزي يا حبيبي. كل اللي سويت اني سقطت الطياره من هنا الى هنا وكسبت 415,000 بالله عليك. اوكي ليتس جو 415,000 شباب، والله هذا الشخص مجنون، اعطاني 45%. اوكي واخيرا خليني احط فلوسي بالبنك، اتوقع فلوسي مو بالبنك الان، يب مو بالبنك. ليتس جو، صار معي الان 726,000 شباب، باقي لي كمان تقريبا خلينا نقول باقي لي 600,000 لنقول، علشان يمديني على الاقل اشتري الطياره هذيك 600,000. لا توعد ولا يحصى. اوه ماي جاد يا جماعه شوفوا لي احنا اليخت اللي معنا هنا، سعر هذا اليخت 10 مليون باللعبه اتوقع، اغلى شيء ممكن تجيبه. يا اخي لا تدخلنا المهمات يا اخي، اريد بوك دان بروبلم يا اخي. اوه يلا يلا ليتس جو، بالله عليك دخلني، بالله عليك دخلني، كنت اسرع واحد ترى، ترى كنت اسرع واحد بالله عليك. ارجوك دخلني، اريد هاي المهمه بكل قوه شباب، اريد هاي المهمه بكل قوه بالله عليك.
ترى انا ارضى باي سعر تعطيني اياه. بدا المهمه ولك ليتس جو يا حبيبي. لو اعطاني منها 200,000 ترى شباب يعتبر شيء جدا خرافي. لو 200,000 عادي كم بيعطيني؟ نفسه هذا الشخص، هو نفسه نفس الشخص شباب. كيف وات شباب نفس الشخص رجع اعطاني نفس المبلغ. شو الصدفه شو الحظ؟ بالله عليكم شو الحظ شباب؟ بالله عليكم في احلى من هيك حظ؟ طلعنا مع نفس الشخص راح يسوي نفس المهمه بنفس المبلغ 400,000. انا ما هذا والله فرصه هاي الاحتماليه. تعرفون كيف عرفته؟ من لون شعره الوردي. والله عرفته من لون شعره الوردي. اوكي الان صديقنا طلع من المي. طبعا مثل ما شايفينه موجود كنال. انا الان بطلع من هذه الطياره شباب، بحاول ادافع على لبين ما يجي صديقنا، بحاول ادمر كل الناس اللي حتجي. خذ هاي يا شيخ، خذ هاي، خذ هاي. ايه ابلع ابلع. والله دمرتهم كلهم شباب. خذ هاي خذ. ايش تسوي هنا انت؟ يلا خذ هاي خذ 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 خذ. تطلق علي؟ هذا يطلق علي؟ ابلع ابلع ابلع. هو كمان قتلني. تعال تعال يا عزيز تعال. اح بالغلط بالغلط. اركب اركب اركب. نيكست تايم قل لي ايش في. نيكست تايم راح يرجع يلعب معاي، راح يرجع يلعب معاي شباب. هذا حبني كثير. اصبر. لا 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 انزل. او ماي جاد لازم نرجع شوي لورا. او ماي جاد ارجع 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 شباب لازم نرجعها شوي لورا. يلا اثبت. خلاص 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 خلاص. يس ليتس جو يا حبيبي. مم كالو هنا. اوف يا حبيبي مم كالو كمان شباب ايزي. باست ميشن يا حبيبي. اعطيني جولد كم ممكن يا حبيبي. انا لازم اكون بلاتينيوم يا اخي، ترى اتعب كثير بالمهمات انا. المشكله هذا يعطيني مبلغ جدا عالي شباب بمقارنه بالشيء اللي جاي اسويه انا. او ماي جاد 475,000 المرة اخذت. ايلي تشالنج اخذنا شباب، عملنا ايلي تشالنج. اوه شيت عملنا اخذنا. اعطوني فلوس زيادة اتوقع 50,000 زيادة. 525,000 اخذت. اوه ايلي تشالنج. واو شباب ايلي تشالنج يعني ما تسوي ولا خطأ، بيرفكت يكون كل شيء بيرفكت. وربي شيء خرافي سوينا الان. لا شوف الغباء شباب. لا طلعني. اول ما يرسل لي الطلب بدخل عليه كمان مره يا جماعه. هذا الشخص راح يساعدني كثير اني اشتري الطياره باسرع وقت ممكن صراحه. يعني 1,225,000 يا جماعه والله جاز جيب فلوس بالهبل. راح انتظر شوي بس عشان يبعث لي كمان مره انفايت. راح اسوي المهمه كمان مره مع هذا الشخص بس علشان اجيب سعر الطياره وبعدين نسوي اللي بدنا يا حبيبي. اوه بعث لي شباب، بعث لي طلب. ليتس جو. يلا يلا دخلنا شباب، دخلنا معه مره ثانيه. ولا يا حبيبي هالمره كمان نفس العمليه نفس كل شيء. راح اختصر عليكم بس عشان راح ارجع لكم بالاخير علشان نستلم المبلغ. يعني المفروض يرفع لي السعر اكثر هالمره، المفروض 50%. شوف ترى كل ما يروح كل مره يرفع لي السعر. كم بيعطيني الان؟ ولا 534,000 الان بكسب. 534,000 فلوس هاي بالهبل تعتبر. والله فلوس بالهبل. وليش مكتوب هنا ممكالو شباب؟ انا من ضمن هي شلون كتب ممكالو هناك؟ اوه لا ما ادري شو صاير شباب، في شيء غريب. العصابه تبعي مكتوبه عنده بال هناك، ليش هذا من ضمن لعندي؟ ما علينا، هي غريب كثير صراحه الحدث يعني. يا حبيبي ها وصلنا الطياره للمره الثالثه. والله اني سعيد جدا اني التقيت بهذا الشخص. بالله عليك قلت لي جولد المره الثالثه، اعطيني بلاتينيوم يا اخي بالمره. جولد جولد كالعادة ممكالو جولد. انا ما اعرف شو جالس يصير شباب. 500,000 الان، ترى اول مرة 400,000، ثاني مرة 475,000، ثالث مرة 534,000. 534,000 كسبت. اوكي ممكالو كم صار معك فلوس يا ممكالو؟ ها ها او ماي جاد صار معنا حاليا 1,700,000. مليون صار معي تقريبا 1,800,000 شباب. اوكي اتوقع ان هنا بنهي الحلقة يا شباب. خلاص ما بلعب معه مرة ثانية، كافي ترى. اتوقع هو خلاص تمام اكتفى، ما عاد راح يخليني العب معه. فبس اتمنى لكم استمتعتوا يا جماعة. بالحلقة القادمة راح نروح ونشتري الطائرة الثانية، يعني راح تساعدنا جدا بتجهيز سرقة جزيرة الكايو بيريكو يعني. وان شاء الله راح نحاول نكسب سيارة الاسبوع بالحلقة الجاي. كان معكم محمود من قناة ممكالو، لا تنسون اللايك. السلام عليكم.